دي ملهاش لازمة فهلجأ للتراس بريدج، وده احنا مش هنتعرض له. بعد كده في انواع كتيره برضو للمين بريدج، انا يعني مهما اجمعها مش هعرف اقولها كلها. في بوكس جيردر، في كومبوزيت جيردر اللي هي بتبقى بالمنظر ده كده، البوكس جيردر دي اعتقد ان كلنا بنشوفها يعني. طيب صنفنا الكباري من حيث ايه كمان؟ صنفنا الكباري من حيث البوزيشن بتاع الفلور بيم، اللي هي شويه الكاميرات زي ما قلت لكم المره اللي فاتت اللي بتشيل الحمل القطر مثلا على طول، شويه الكاميرات اللي فوق دي اللي بتكون لي الطريق يعني، بتبقى موجودة فوق مع المنسوب بتاع الأبر، ولا موجودة تحت مع المنسوب بتاع اللور، ولا موجودة في النص، ولا موجودة فين بالظبط؟ فبدأ يظهر عندي تصنيف لشوية الكاميرات دي إنها يا إما ديك بريدج، اتفقت معاكم نحفظ الكلمتين دول كويس جدا، ديك بريدج يعني مجموعة الكاميرات دي موجودة فوق في المنسوب بتاع الأبر فلانج، بوني بريدج مجموعة الكاميرات اللي بتكون لي الفلور بيمز دي موجودة تحت مع منسوب اللور فلانج. في عندي كوبري كمان اسمه ثرو، ثرو دي هو زي البوني الكاميرات دي موجوده تحت، ولكن الارتفاع الويب ده بيكون كبير. هي دي فكره الثرو، اختلافه عن البوني ان البوني اصلا ارتفاع الويب فيه ما بيبقاش كبير زي الثرو. في عندنا حاجه اسمها سيمي ديك، السيمي ديك ده هتلاقي ان الفلور بيمز دي موجوده هنا في النص، فالسيمي ديك الى حد ما هو نفس زيه زي الديك، بس انا قلت لكم المره اللي فاتت حته المناسيب دي كل واحد على حسب المشروع اللي بيقابله بعد كده، يعني لما بيمسك مثلا مشروع بره حته المناسيب دي لما تروح تسال طب انا مسموح لي احط منسوب فين، زي ما حكيت لكم بقى الحكايه بتاعت المره اللي فاتت دي. ده كده بالنسبه للي احنا خدناه المره اللي فاتت. طب احنا اصلا هندرس ايه الترم ده؟ اتفقت معاكم ان احنا هندرس كباري الريلوي اللي هي كباري السك الحديد، والمين جيردر بتاعتي هتكون بليت جيردر، هتبقى بيلت اب سيكشن، اي سيكشن عادي خالص بس بيلت اب، وهندرس الديك والبني. ممكن ان هو يكلمك عن السيمي ديك، ولكن زي ما بقول لكم كده هقول لكم في الاخر مفيش فرق، السيمي ديك هو نفسه الديك، حاجه بسيطه قوي الفرق ما بينها هقولها في الاخر. في كمان تصنيف اخير اتكلمت فيه ان انا ممكن يبقى عندي يا اما قطر واحد اللي بيمر على الكوبري بتاعي، يا اما خطين سك حديد. طب لو خط واحد، الخط الواحد بيبقى متحمل على اتنين سترنجة، لو الناس فاكرة الكلمة دي، لو رجعنا بالذاكرة كده تلقوا ان القطر متحمل على طول على القضبان ده او الفلانكات، بعد كده القضبان والفلانكات دي محطوطة على اتنين سترنجر، يبقى القطر الواحد يشيله الكمرتين اللي هم السترنجر دي، ده كده اتجاه السير بتاعه. طب لو انا عندي قطرين يبقى عندي اتنين سترنجر كمان جنبها، يبقى انا عندي كام سترنجر؟ اربعة سترنجر. في الحالة دي بنسميه دبل تراك، يبقى حالة ان انت عندك اتنين سترنجر بس ده كده سنجل تراك، حالة ان انت عندك اربعة يبقى ده كده دبل تراك. ده كده اللي احنا نتعرض له الترم ده، وزي ما اتفقت معاكم مكونات القطر بيبقى ماشي على القضبان والفلانكات، يبقى ماشي هنا مثلا كده، هتلاقي ان دي كده انا بسميها سليبر، قضبان السكة الحديد بسميها سليبر، والفلانكات دي انا بسميها ريلز. في ابعاد هنحفظها مع بعض، ابعاد السليبرز والريلز دي حفظ، بمعنى ان دلوقتي اللي بيبان لي هنا في المكان ده كده بحط هنا السليبر بتاعتي، برصها كده ورا بعض وعليها الريلز، وفوق بيبقى ماشي القطر. العرض ده كده 2.6 من 10 متر، انا حافظاها ملي الحقيقه، فتلاقيني هقولها لك 260 في 20 في 25، يبقى 260 سنتي اقصد، يبقى العرض بتاعها 260 سنتي، الارتفاع بتاعها 20 سنتي، وبتبقى لجوه داخله بعرض 25 سنتي، ده كده 25 سنتي. انا ما يهمنيش غير البعدين دول اللي هو 260 سنتي في 20 سنتي. بعد كده الريلز بتبقى محطوطه السبيسنج بتوين الريلز دي 1.5 متر، الرقم ده برضو حفظ. طيب دلوقتي انا برسم مثلا السليبر والريل دي بس لو انا كنت سنجل تراك، طب لو انا كنت دبل تراك يبقى في واحده كمان جنبها، طب بتتحط على مسافة قد ايه؟ في الكود القديم كان في المسافة بتوين التو تراك 3.5 متر، في الكود الجديد 4 متر، بس احنا يعني لسه شغالين بال 3.5 دي عشان نثبتها مع بعض، يبقى المسافة بتوين تو تراك 3.5 متر، يبقى زي ما انا عندي هنا 2 سترينجر هيبقى في 2 كمان جنبهم، المسافة من السنتر لاين هنا للسنتر لاين هنا 3.5 متر. بعد كده قلنا ان الريلز والسليبرز دي محطوطة على 2 سترينجر، فانا مكونات الكوبري بعد كده الفلور بيمز اللي هي بتتكون من السترنجر، والسترنجر تدي حملها للكروس جيردر، وبعد كده الكروس جيردر تدي حملها للمين جيردر.
وقلنا المين جيردر بتاعتنا بليت جيردر. تفهت ان المين جيردر بتاعتي هي اخر عنصر يدي للسبورت على طول، فبوصل لاخر محطه اللي هي البيرنج. البيرنج دي بتكون ريال سبورت، ريال هنج، وريال رولر، ودي هندرسها في اخر سيكشن تقريبا. هنتفق بس على شويه ابعاد لانها ما تبقاش جيفن. ده الكوبري بالنسبه لي، ويعني يا ريت الناس تبقى متخيله خلاص بقى. هو بيديني مثلا بحر الكوبري، فبحر الكوبري ده اللي هو يعتبر هو البحر بتاع المين جيردر. يبقى نتفق مع بعض ان سبان الكوبري هو السبان بتاع المين جيردر. طب لما يديني عرض الكوبري هو مش هيديها لي، دي قيمه احنا هنحفظها مع بعض. عرض الكوبري هو السبان بتاع الكروس جيردر، ده كده عرض الكوبري. يبقى يا شباب بحر الكوبري هو سبان المين جيردر، لكن عرض الكوبري هو سبان المين جيردر، الكروس جيردر اقصد. في بقى قيمه احنا هنحفظها، هنحفظ بس قيمتين والباقي نستنتجهم. لو انا عندي الكوبري ديك زي ده كده سنجل تراك زي ده برضو، قالك ان عرض الكوبري بتروح ما بين القيمتين دول 3.7 من 10 ل 3.9 من 10 متر. احنا هنحفظ اول رقم بس، هنحفظ ده 3.7 من 10 متر. طب ده لو كان سنجل تراك. طب لو دبل، لو دبل يا هندسه انت قلتي لي من شويه انا بزود كمان سليبر وريلز جنب مسافه 3.5 متر، يبقى هو ده اللي انا عايزاه. تزود لي على الرقم ده 3.5 متر يديك الرقم ده. يبقى انا هحفظ السنجل تراك الدك، الدبل تراك الدك انا خلاص استنتجه، هزود على ال 3.5 متر اللي هي المسافه ما بين التراكين. طيب لو كان بني، يعني نفس الكوبري اللي جنب اللي قدامكم ده، بس هتلاقي كروس جردر والسترينجر مكانها تحت، محطوطه تحت كده. كان بني بريدج، قال لك العرض بتاعه بيتراوح من 5.3 من 10 ل 5.5، نحفظ برضو واحده منهم، يبقى 5.3 من 10 متر. يبقى ده كده اللي هحفظه. طب لو كان دبل تراك، لو دبل تراك هتزود كمان تراك على مسافه 3.5 متر، يبقى زود لي على الرقم ده 3.5 يديك الرقم ده. يبقى احنا هنحفظ رقمين بس، ال 3.7 من 10 وال 5.3 من 10. سنجل تراك ديك يبقى عرضه 3.7 من 10، سنجل تراك بني يبقى عرضه 5.3 من 10 متر. هو ده بس اللي انا محتاجاه، لان هو مش دايما بيدي لك عرض الكوبري جيفن، بيسيبك انت ان انت عارفه، فعشان كده انا كاتباها. دي كده مكونات الكوبري. اتفقت معاكم المرة اللي فاتت خطوات التصميم بتاعتنا. اي مشروع الدنيا مفتاح هو اللاي اوت، بحط لاي اوت عشان ابقى عارف بس ايه الحاجات اللي احط عليها احمال، ايه السبيسنج اللي عندي وهكذا. بعد اللاي اوت بقى نبدا نصمم العناصر الانشائيه اللي عندي. طبعا انا بحب دايما اربطها في دماغي بنقل الحمل، القطر بيدي على طول للسترينجر، فده اللي هبدا اصممه، منها للكروس جيردر، منها المين جيردر. في بعد كده بقى تصميم كونكشن وبريسنج، ده هنشوفه بعدين. المين جيردر جواها كذا حاجه ومش هنقولها دلوقتي، هو احنا خلينا دلوقتي بس تصميم مين جيردر. يبقى انا النهارده باخد بس ان انا احط اللي اوت، احط مفتاح المشروع مش اكتر. دي اللوحه، احنا مش مطلوب مننا لوحه، ده بس انديكيشن مش اكتر. احنا هنرسم في سكتش عادي خالص، A4 A3 براحتنا، نرسم في اي سكتش عندنا. السايد فيو بس بيكون بسكيل 1 ل 20 او 1 ل 50، بقيه الاسقاطات الفيجن والبلانات بتبقى بسكيل 1 ل 100، عشان بس الناس ما تسالنيش ارسم بسكيل كام. السايد فيو على حسب ما ياخد معايا، ممكن مثلا السكتش ما يقضيش 1 ل 20، اعمله 1 ل 50 عادي. طب افرض ما قضاش خالص، اعمله 1 ل 100. بس هي الفكره عشان السايد فيو بيكون فيه ديتيلز كتير، فبنحب ان احنا نكبر السكيل بتاعه، على عكس بقيه البلانات ما فيهاش ديتيلز زي السايد فيو. بس مش مطلوب مننا لوح، هنرسم في سكتش ورق يعني عادي. طيب المثال اللي معايا بيقول لي ايه بقى؟ نبدا بس كل ده انا كنت براجع على اللي انا قلته المره اللي فاتت. نبدا بقى السكشن بتاعنا. السكشن من يعني النهارده يا باشمهندس، السايد فيو 1 ل 20 او 1 ل 50، والباقي بالظبط ايه؟ كده. 1 ل 100. ايوه، الناس اللي مش هتلاقي السكتش بتاعها عندها ابعاد كبيره مش مقضي، تصرف نفسها السايد فيو تعمله 1 ل 100. جيت تعمل البلان مثلا لقيته برضو ابعاده الاسبانات كبيره قوي، اعمله 1 ل 200. 1 ل 200 ده يعني اقسم البعد على الاثنين. في الامتحان حتى بيقول لك تو سيوتبل سكيل، مفيش لوح في الامتحان، انت بترسم في كراسه الاجابه، فانت اختار السكيل اللي انت عايزه، بس تبقى بس يعني رسمك مظبوط مش اكتر. المثال اللي معايا بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان انا عندي ريلوي بريدج من غير ما يقولها انا ما عنديش غيره اصلا. بيقول لي بليد جيردر من غير ما يقولها برضو ما عنديش غيره.
دي بقى الكلمة المهمة اللي هستفيد بيها الديك بريدج ودبل تراك. مديني الاسبان 33 متر ديفايدد تو 6 ايكوال بانلز. طيب مديني شوية داتا كده، لو انت سبتها وهتبدأ تخش في اللي اوت وتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتحط القلم وترسم، مش هترسم صح. طب انا بعمل ايه؟ بحاول انا ارسم 3 دي بايدي كده في جنب. طبعا ده انا مش رسمه بايدي، بس لو انا وانت عايزين نرسمه بايدينا نعمل ايه يعني؟ والله هنرسم مين جردر يمين وشمال ونمشيها كده لجوه. نيجي هنا دلوقتي بيقول لي ان انا عندي ديك بريدج. طب يعني ايه ديك بريدج؟ يعني شويه الفلور بيمز موجوده فوق، حط مستطيل فوق، دي كده الديك بريدج بتاعك. طب بيقول لي ان هو دبل تراك. يعني ايه دبل تراك؟ يعني انت عندك تراك هنا كده وتراك هنا كده، مش عايزه حاجه تانية. مديني الاسبان 33 متر، اقوم رايح تسقطه على الرسمه بتاعتك. 33 متر زي ما قلت لكم هو اسبان المين جردر، يبقى ده كده 33 متر اسبان المين جردر. مديني ديفايدد تو 6 ايكوال بانلز، ده معناه ايه يا شباب؟ معناه ان هو مقسم المين جردر دي على ست بانلز. طب يعني ايه برضه على ست بانلز؟ يعني كل بانل من دول هو مقسمها، مقسم البانلز دي عن طريق الكروس جردر. يبقى خلي بالنا 33 متر دول ديفايدد 6 ايكوال بانل، يعني المسافه اللي هي 33 على السته تديني 5.5 متر تقريبا. ال 5.5 دول هي المسافه ما بين الكروس جردر، يبقى دي المسافه كده اللي هو بيرص عليها الكروس جردر. فاحنا بنحاول نوظف كل حاجه مديها لنا على ال 3 دي الصغير اللي بنرسمه مع بعض. لو جيت هنا اللي انا برسمه يعني الكروس جردر هي كررها جوه عادي خالص. هو مديني 6 بانلز يعني 33 على 6، انا عارفه المسافه بين كروس جردر، اقوم رايح حاططها على الرسمه وكاتبها. مديني الاسبان احطه على الرسمه واكتبه، وهكذا عشان ما اتلخبطش وانا برسم اللي اوت. طيب نبدا نحل بقى. اول خطوه في الحل غير ان انت تعمل كروكي كده في الجنب عشان تطلع عليه الداتا، دي حاجه خلاص اتفقنا عليها. هنبدا بقى ان احنا نطلع الدايمنشنز بتاعتنا. هو هنا في السؤال ما جابليش سيره العرض الكوبري، طب بدل ما جابليش سيرته يا شباب اعمل ايه؟ خلاص يبقى انا دلوقتي انا حافظه، هرجع كده مع نفسي. انت قلت لنا الدبل تراك، قصدي السنجل تراك في الديك 3.7، زودي عليه 3.5 يديك الديك الدبل تراك، فهو ده بقى الرقم. يبقى عرض الكوبري هنا 7.2. طب يبان فين في السري دي بتاعك؟ قلت لكم ان عرض الكوبري هو الاسبان بتاع الكروس جردر. عرض الكوبري يا شباب هو الاسبان بتاع الكروس جردر، يبقى دي كده البي بتاعتي على الرسمه هنا، دي كده البي. طيب الدبس بتاع المين جردر، انا دلوقتي ما عنديش اي بعد، بس لازم لما تدخل اللي اوت بتفرض شويه ابعاد. يعني بالنسبه للدبس بتاع المين جردر بيساوي الاسبان بتاعها على العشرة. اسبان الكوبري هو نفسه اسبان المين جردر، عشان كده قسمت 33 على 10 تديني الرقم ده. الرقم ده احطه فين؟ احطه هنا، ده كده الدبس بتاع المين جردر، اكتبها، ده الدبس بتاع المين جردر. طيب بعد كده بالنسبه للكروس جردر برضه بيساوي الاسبان بتاعها على من 7 ل 8، ممكن ناس تقول من 7 ل 9، مش فارقه يعني، هي كلها فروض انت كده ولا كده ما صممتش. الارقام دي بس نبقى حاطينها بحيث انها تبقى مسيفه ديفليكشن. الدبس بتاع الكروس جردر، فين الكروس جردر؟ اهي. فين الاسبان بتاعها؟ قلت لكم ان هو نفسه عرض الكوبري، فعشان كده جبت هنا عرض الكوبري قسمته على من 7 ل 8، الشرطه دي يعني ليه مش ناقص. ادتني 9.1 متر، اروح برضه جاي مسقطها هنا وكاتب له ان ده الدبس بتاعها 9.1. طيب بعد كده بالنسبه بقى للسترينجر، هي اللي لسه ما جبتلهاش دبس. دبس السترينجر بيساوي الاسبان على 10، او الاسبان على من 9 ل 11. طب ايه هو الاسبان؟ انت من شويه هندسه قلت لنا ان هو راصص الكروس جردر على مسافات 33 على السته، يبقى هنا هو راصص الكروس جردر على المسافات دي. طب ما المسافات دي هي نفسها اسبان السترينجر، لان السترينجر بتبقى كانها سكندري بيم بالنسبه للكروس جردر. يبقى انا دلوقتي المسافات اللي هو بيديها لي اللي بيكون راصص عليها الكروس جردر هي نفسها البحر بتاع السترينجر. فجيت هنا بيحسب المسافه بتوين كروس جردر بتساوي الاسبان بتاع الكوبري كله على عدد البانلز يدينا المسافه دي. بعد ما جبت المسافه دي بقى عندي بحر السترينجر، يبقى اعرف اجيب الدبس ولا لا؟ تقسم على 10 او على من 9 ل 11 يديك الرقم ده، تروح برضو تسقطه على الرسمه بتاعتك الكروكي عشان تعرف ترسم، يبقى يطلع 55/100 متر. دي كده اول خطوتين، ترسم كروكي عشان تعرف ترسم اللي اوت كويس، بعد كده تطلع الدايمنشنز بتاعتك. انا محتاج ايه من الدايمنشن؟ محتاج بحر الكوبري وعرض الكوبري، محتاج
الجبس بتاعي والسترينجر والكروس جردر. طيب في حاجه كمان محتاجها، لو انا مثلا عندي هنا المين جردر هتبقى بالمنظر ده، انا جبت لها الدبس خلاص. طب بالنسبه للعرض الفلانج بتاعتها بقى عرض الفلانج هناخدها 60 سم. الرقم ده احنا بنفرضه، بس احنا حتى كده ولا كده في التصميم مش هنزيد عن ال 60 سم دي. طيب بالنسبه بقى للكروس جردر والسترينجر، لا ممكن في الكروس جردر تاخدها تقريبا يعني على حسب يعني 30 سم ولا حاجه، اصلها الدبس مش كبير كده ولا كده احنا بنطلعها بعد كده تبقى قطاعات هوت رولد. الكروس جردر والسترينجر هوت رولد، بس الصراحه الكروس جردر الناس اللي عندها ابعاد كبيره هتلاقي كروس جردر ممكن تطلع بلت اب سيكشن، فدي سيبها للتصميم بعد كده. يعني هي مجرد انديكيشن خلاص ان انت حاطط ابر ولور فلانج مش اكتر، وهكذا برضو في السترينجر. يهمني بس الرقم بتاع المين جردر ده 60 سم لانه ما بيزيدش عنه. دي كده كل الدايمنشنز اللي انا محتاجها. ابدا بقى احل، واخد الكروكي بتاعي على جنب مطلع عليه ابعادي كده اهيت، هو ايه ال 60 سم ده مطلع يا عليه. فندم؟ انا عندي المين جردر اهي، انا اللي انا حسبته من شويه هو الدبس الارتفاع بتاع المين جردر، بس ما عنديش عرض الفلانجة. عرض الفلانجة انا باخده 60 سم. ده بفرضه يعني 60. بفرضه 60 سم، 600 ده تمام. حاجة صغيرة مش كبيرة أوي ولا حاجة زي ما احنا متخيلين. تمام، شكرا. هيبان دلوقتي في السايد فيو. طيب الكروكي بتاعي تبقى حاطط عليه كل الأبعاد اللي انت طلعتها من شوية عشان تعرف ترسم والسبيسنج وكل حاجة. نبدأ بقى نرسم ازاي السايد فيو يا شباب. يعني انا ببص هنا، طب ببص هنا بشوف ايه قدامي، هتاخد سنتر لاين يمين وشمال. طيب المسافة ما بين السنتر لاينز دي ايه؟ هي عرض الكوبري. يبقى انت بتاخد هنا كده سنتر لاين وبتاخد هنا كده سنتر لاين، المسافة ما بينهم ايه هي؟ هي عرض الكوبري. يبقى دي كده أول خطوة. طيب بعد كده تبدأ بقى ترسم المين جردر اليمين والشمال. طب شكلها ايه بقى المين جردر دي؟ هي المين جردر شكلها اي سيكشن اللي هو الخط التقيل ده، دي كده المين جردر بتاعتي، ورسمتها على الدبس اللي انا حسبته من شوية اللي هو 3.3 متر. احنا بس بنعوض بنكتب بالملي، يبقى الدبس بتاعي كان 3.3 متر، وعرض الفلانج زي ما قلت لكم هيبقى 6 متر اللي هو 60 سنتي. طب ايه بقى الخطين اللي في الجنب دول؟ لو الناس فاكره ما قلت لكم المين جردر بتاعتنا بيكون الدبس بتاعها كبير والسكن الصغير، دبس مثلا اهو 3 زايد عن 3 متر يعني اكبر من ارتفاع دور، سكنس بيوصل 3 سنتي سي مثلا 3 سنتي، فتضطر ان انت تبقى خايف ان يحصل باكلينج. يبقى انت خايف ان الكل لازم تحط تدعيمات، التدعيمات دي هي الاستفنر، بس سميها فيرتيكال استفنر. فتلاقيني هنا حاطط، هتلاقيني حاطط هنا اللي هي اللون الاحمر ده كده بيعبر لي عن الفيرتيكال استفنر. الفيرتيكال استفنر دي عباره عن بليت، انا حاطط بليت بالمنظر ده كده بلحمه من المكان ده كده مع الويب بتاع الكاميرا، ومن زي ما في واحد هنا في واحد الناحيه الثانيه كمان ايه وراهم، دي كده الفيرتيكال ستيفنرز. فلما جيت ابص هنا ظهرت عندي برضو بالخطين دول. يبقى المين جردر اللي برسمها عباره عن ايه؟ برسم اي سيكشن عادي خالص بالدبس اللي انا مطلعه من الحسابات بتاعتي، عرض الفلانجه بحطه 6 متر. طيب بالنسبه للتدعيمات اللي انا حاططها هنا الفيرتيكال ستيفنر، هتحط خطين يمين وشمال وخلاص. انا دلوقتي ولا انا ولا انت مطلوب منك هو البليت ده قد ايه ولا اي حاجه كده ولا كده، هندرس تصميم البليتات. زي ما عملت هنا هتعمل الناحيه الثانيه المين جردر. طيب بعد كده تاخد بقى سنتر لاين في النص اللي هو ظهر لك ده، هو قال لك ان انت عندك ان ده ديك بريدج، هتبدا ترسم كروس جردر فوق زي ما اتفقت معاكم. طب برسم خطين متوازيين المسافه ما بينهم قد ايه؟ هي دبس الكروس جردر اللي انا طلعته من حساباتي. طيب تمام. وبعد كده قال لك ان انت عندك هو دبل ولا سنجل تراك؟ لا ده دبل تراك. طب بعمل ايه في الحاله دي؟ من السنتر اللي في النص ده تمشي لهنا 3.5 متر على الاثنين وتاخد سنتر لاين، وتمشي من هنا 3.5 متر على الاثنين وتاخد سنتر لاين. انا باخد السنتر لاينز دي ليه؟ لان انا عندي هنا فلانكات وسترينجر كل تراك عشان ارسم التراكين. ابدا بقى ارسم التراك بتاعي. التراك المفروض يعني هو مرتكز على اتنين سترينجر. طب برسم السترينجرز دي ازاي؟ من السنتر اللي هو اللي انت لسه واخده ده بتمشي لهنا 1.8 متر على الاثنين و1.8 متر على الاثنين. للعلم
المسافة اللي هي 1.8 دي حفظ، رقم ده حفظ، المسافة between two stringer 1.8 متر حفظ، زي ما عملت هنا تعمل الناحية التانية. بعد كده تبدأ تحط التراك بتاعك عبارة عن السليبر، برضو بتمشي من السنتر هنا. أنا قلت لكم إن عرض السليبر 2.6 متر، فهتمشي من السنتر 2.6 على الاتنين يمين وزيهم شمال. طب وبالنسبة للريلز، وتعمل تهشيرة الخشب كده، ممكن الناس تعملها خطوط جنب بعضها كده عادي، الاتنين صح. اللي بتعمله طبعا يمين بتعمله شمال، مش فارقة بقى. طيب بالنسبة للريلز، الريلز برضو هتمشي من السنتر 1.5 يمين 1.5 شمال، وتحط الريلز بتاعتك كده. احنا خلصنا العناصر الرئيسية في السايد فيو. حد عنده مشكلة لحد هنا؟ بعد إذنك يا باشمهندس، هو عرض الركايز بتاع السليبر كام؟ اللي هي اللي طولها 550 مللي دي، اسمها السترينجر، قصدك عرض الفلانجة بتاعت السترينجر. لا انت ممكن تعمله كانديكيشن وخلاص، 2.1 متر او 200 مللي 300 مللي، مش فارقه، اصل بقى قطاع اي بي اي صغير يعني، مش فارقه، تعملها انديكيشن وخلاص ان في فلانجتين فوق وتحت، مش عايز حاجه اكتر. ماشي تمام، شكرا. طب يا ده كده انا باشمهندس، رسمت اتفضل. هما ايه الخطين الزرق دول؟ دول اسقاط الخطين الزرق دول اللي هو هنا، شايفه كده المستطيل ده اللي بيعبر لي عن الكروس جيردر، تمام. انا لما جيت بصيت هنا ظهروا لي هنا، تمام كده. تمام، ماشي. طب معلش، هو ايه السليبر برضو عشان مش متخيلاه؟ انا دلوقتي خط السكه الحديد بيبقى ماشي، القطر ماشي على ايه؟ ماشي على فلانكات مرصوصه كده ورا بعضها، وفي هنا خط ريلز بيبقى ماشي عليه العجل، العجل بيبقى مرتكز هنا وماشي عليه. الفلانكات دي هي السليبر، هي دي مرصوصه. كل مسافه قد ايه بصراحه انا مش عارفاها، يعني ممكن انتوا تبقوا عارفين اكتر مني. تمام كده؟ تمام. لحد دلوقتي انا رسمت العناصر الرئيسيه اللي باينه لي في الوش هنا. انا في اي منشأ ستيل لو سبته من غير بريسنج، اكيد اكيد انه مش هيقدر يشيل الاحمال اللي في الاتجاه الاوت اوف بلان. يبقى اي ستيل ستراكشر كانوا دايما يقولوا لنا ان هو بيشيل احمال في الان بلان، يعني في لما يجي يأثر عليه حمل في الاتجاه ده او الاتجاه الراسي عليه نتيجه احمال فيرتيكال يعني، هيشيلها. لكن اي ستيل ستراكشر ما بيشيلش احمال في الاتجاه الاوت اوف بلان عليه. طب في الحاله دي نعمل ايه؟ قال لك بيظهر عندي ان انا محتاج احط بريسنج. ايه بقى انواع البريسنج بتاعتي؟ يبقى احنا خلاص احنا هنتكلم في البريسنج بقى، الويند بريسنج، لان اي ستيل عندي ما يقدرش يشيل احمال في الاتجاه الاوت اوف بلان. عندي بقى كذا نوع للبريسنج. بديهي ان انا دايما كنت بستخدم ايه في سنه ثالثه؟ كان بيبقى عندي ابر بريسنج ولور بريسنج، بيبقى عندي فيرتيكال بريسنج، وهنشوف كل ده شكله ايه. عندي هنا كمان زياده سترينجر بريسنج، وفي نوع اخير هنسيبه للاخر. طيب يبقى انا دلوقتي المفروض ان احمال الرياح بتاثر في الاتجاه ده، فبيجي هنا في المنسوب الابر بياثر احمال رياح. طب ايه اللي هيشيلها في المنسوب الابر؟ اللي هيشيلها ان انت تبقى حاطط هنا ابر بريسنج اكسات كده، اكسات كده في الاول وفي الاخر او في كله بقى. احنا هنا مش زي السنه الثالثه نحط اكسات. يبقى انت الاحمال الرياح اللي جايه في المنسوب اللي فوق العمودي على الاوت اوف بلان دي اللي هيشيلها ابر بريسنج. يبقى دي كده فايده الابر بريسنج. طيب بالنسبه بقى ان انت عندك برضو احمال رياح جايه في الاتجاه ده، هتعمل فيها ايه؟ قال لك ما انت خلي بالك ان اصلا بعد الابر بريسنج ده ما بيشيل احمال الرياح، يعتبر كان انا عندي تاخد الابر بريسنج ده كانه ترس. الترس ده السبورتات بتاعته هي الفيرتيكال بريسنج. خلي بالنا يا شباب، كناش بنقول الحاجات دي في ثالثه، ان انا عندي اصلا البريسنج ما هو الا نظام ترس على المستوى الافقي، مستوى البلان ده كاني حاطط ترس في مستوى البلان. الترس ده السبورتات بتاعته هي الفيرتيكال بريسنج. يبقى انا حطيت ابر بريسنج وثبتها بسبورت فيرتيكال بريسنج عباره عن اكس كده هنا بيقفل لي كده في وش البريدج كده، قفلتها بالسبورت دي بحيث انها تنقل الحمل منه للسبورت، السبورت الرئيسي بقى للاساسات فعلا. يبقى ده كده اول نوع، ان انا عندي اور بريسنج عشان يشيل لي الاحمال الرياح اللي جايه في الاوت اوف بلان، كانها المفروض تبقى متثبته باتنين سبورت. الاتنين سبورت دول هما الفيرتيكال بريسنج، وهنشوف شكله دلوقتي. بعد كده الفيرتيكال بريسنج ده بيودي للاساسات بعد كده.
طب بالنسبه لاحمال الرياح اللي جايه في المستوى اللور، ما انت برضو حاطط لها لور بريسنج، بس هنا اللور بريسنج بتدي للسبورت على طول، بدي كده فايده الابر واللور والفيرتيكال، الثلاثه دول بيشيلوا احمال الرياح في الاتجاه الاوت اوف بلان، بس بيعتبر الفيرتيكال ده كانه سبورت للابر بريسنج، اصل الابر بريسنج ده كاني حاطه ترس وحطها على المستوى الافقي، يشيل احمال الرياح ينقلها للفيرتيكال، ومن الفيرتيكال للسبورت تحت، بالنسبه لللور تاخد احمال الرياح وتنقلها للسبورت. طيب دول كده الانواع الرئيسيه اللي احنا اصلا يعني بنبقى عارفينهم تقريبا، بنحط زيهم كده او مشابه ليهم في سنه ثالثه. طب بالنسبه للسترينجر بريسنج بقى، قال لك خلي بالك انا دلوقتي بيبقى عندي القطر ماشي هنا كده، ده كده ايه شكل القطر، هو ماشي بيبقى ماشي في الاتجاه ده صح كده. بالنسبه للريلز بيبقى مرتكز عليها العجل بتاع القطر، بس في حاجه بيبقى في مسافه كده فاضيه بين الريلز وعجلات القطر، فالمسافه الفاضيه دي تطلع لي فورس في الاتجاه ده، يبقى المسافه الفاضيه دي تطلع لي فورس، الفورس دي انا بسميها احمال الصدمه. طيب احمال الصدمه او الامباكت دي، احمال الصدمه دي ناتجه من او اللاترال تشوك، بسميها لاترال تشوك، واحنا هناخد اللاترال تشوك دي بعد كده 10 طن، يبقى اللاترال تشوك دي نتيجه ان في مساحه فاضيه او مسافه فاضيه بتوين الريلز وبتوين عجله القطر، واللي ادت لي قوه افقيه مقدارها هناخدها بعد كده هما بياخدوها 10 طن، فنتيجه ان انا عندي قوه هنا هتيجي على السترينجر، هتروح فين يعني؟ ما هي على طول القوه اللي في الاتجاه ده هتيجي على السترينجر هنا كده، فقال لك ان انا لا خلاص هي هتيجي على السترينجر، انا هحط سترينجر بريسنج، فبيبدا يربط ما بين السترينجرز كده يا شباب، يربطها ببريسنج. نغير اللون او نمسح بقى عشان الناس تشوف. يبقى نتيجه ان انا افقيه نتيجه لا اتفضل. هو مش في برضو الناحية التانية مسافة عكسها؟ يعني ايه؟ فين؟ يعني المسافة اللي هي بتبقى فاضية بين عجلة القطر والقضبان تبقى واحدة عكس واحد؟ بصراحة مش متخيلها، مش فاهم دي عكس يعني دي يعني ولا؟ العشرة طن دي انت بتقولي واحده كده واحده كده يعني. بس انت ممكن القطر يعمل لاترال تشوك مره كده، ممكن مره ثانيه يعمل كده، فاهمني؟ يعني الاثنين مش دايما في نفس الاتجاه، واحنا عاده في التصميم دايما بنروح في حالات كريتيكال ان احنا ناخد اتجاه واحد. ايه انا اقصد على القضيب الثاني، يعني عجله القطر بتبقى لو هي مثلا سايبه المسافه دي على القضيب يمين بتسيب المسافه على القضيب شمال في الناحيه الثانيه بقى، فاقصد ان المفروض ما يكونش في اصلا 10 طن دي. انت قصدك ان هي زي ما هي مشيت كده فهي هتمشي كده هنا، فمفيش حاجه يعني هتعمل لها مشكله صح؟ طب وتاني حاجه بس ماشي بس انا ليه عملت الاكسنتريستي بين السترينجر والقضيب نفسه اللي هي المسافة الصغيرة اللي انا سايب، يعني ليه ما خليتش الحمل ينزل على طول على السترينج؟ ليه ما حطيتش الريلز هنا يعني ولا ايه؟ ليه ما حطيتش السترينجر؟ ايه ده 1.5 متر وده 1.8 متر؟ بصراحة دي ما اعرفهاش، ممكن اسال لكم فيها، بس لا ما اعرفهاش حقيقة، نسال ونقولها المرة الجاية عادي. ماشي يا باشمهندس. بالنسبه هنا ان انا زي ما سبت هنا مسافه ده يروح كده وده يروح كده، انت برضو مش ضامن ان ما يحصلش لاترال تشوك لانه اكيد هيحصل، فاحنا عاده بنصمم على الحاله الكريتيكال ان هي موجود عشان نحط سترينجر بريسنج، لكن حته ال 1.5 ل 1.8 دي اسال فيها ما عنديش مشكله يعني. المهم السترينجر بريسنج بقى قلنا ان احنا خلاص بنربط ما بين الاثنين سترينجر، بس خلي بالنا ان احنا بنربط ما بين الاثنين سترينجر اللي في نفس التراك، يعني ما بجيش اربط سترينجر في التراك ده مع سترينجر في التراك اللي بعده، لا كل تراك لوحده ملتزم باحماله كل حاجه مع نفسه. بقى نحط البريسنج بتاعتنا زي ما اتفقنا، انا بس نسيت اقول حاجه ان انا عندي انا كده قلت انواع البريسنج، فاضل لي بس نوع بريسنج اسمه بريكنج بريسنج. ايه هو البريكنج بريسنج ده؟ قال لك ان نتيجه هنا الفرمله قوه الفرمله بتاعه القطر هو ماشي،
فبيتولد فورس جايه في الاتجاه ده كده، في اتجاه السترينجر، غير اللاترال تشوك بقى. اللاترال تشوك بيبقى اتجاهها هنا كده، دي كده اللاترال تشوك. لكن بالنسبه للبريكنج، البريكنج فورس او قوه الفرمله دي نتيجه ان القطر بيعمل قوه فرمله فبتيجي اتجاهها على الكروس جردر كده هنا، يعني انا هرسم كروس جردر فتلاقي ان اتجاهها كده. طب قال لك الفورس دي بقى اعمل فيها ايه؟ او حد بيتكلم ولا ايه؟ مع ال هو الصوت بس انا مش سامعاه. بس طب بعد اذنك صدق. او حد بيقول حاجه بس ولا كمل ولا ايه؟ هو ده كله مش سامع؟ انا مش سامع انت قلت ايه دلوقتي. بقول بس لون القلم، لون القلم عشان مش ظاهر مع التراس الازرق. ماشي حاضر. انتوا صوتكم واطي يا شباب، اعمل ايه بس؟ طيب بالنسبه للبريكنج بريسنج، البريكنج بريسنج نتيجة ان هو الكوبري القطر ماشي في الاتجاه ده بيعمل قوة فرملة فبيتولد فورس في الاتجاه ده برضه، الفورس دي بتأثر لي على السترينجر في الاتجاه ده كده، فبتجيلي هنا على الكروس جردر، اقصد بتأثر على الكروس جردر. طب اعمل ايه بقى في الحالة دي؟ عندك حلين، يا اما ان انت وانت بتصمم الكروس جردر تاخد في الاعتبار معاك الفورس دي، يا اما ان انت تحط لها بريكنج بريسنج، بتيجي تربط كده هنا، بتربط الكروس جردر كده ببريكنج بريسنج هي اللي تشيل ومنها بقى تروح للاساسات. يبقى انت عندك حلين، البريكنج بريسنج ده احنا ما بنحطوش اصلا في اللي انا عن نفسي بفضل اروح اصمم الكروس جردر على الفورس دي وخلاص. احط ليه بريكنج بريسنج؟ هي اصلا الفورس مش كتيره، بتبقى تقريبا حوالي 10% من اللايف لود، نسبه كده من اللايف لود. فانت عندك حلين، يا اما ان انت تحط بريكنج بريسنج عشان تشيل لك قوه البريكنج فورس او قوه الفرمله، يا اما ان انت وانت بتصمم الكروس جردر هتصممها بقى على الفورس دي وخلاص. يبقى انا عندي الثلاث انواع الرئيسيين في الديك بريدج. انا كل ده بتكلم على الديك بريدج، بستخدم ابر بريسنج ولور بريسنج وفيرتيكال وسترينجر بريسنج. طب هيبانوا لي فين بقى هنا على السايد فيو؟ يبقى انا هنا، انا المفروض ان انا حاطط تحت كده لور بريسنج، وحاطط فوق ابر بريسنج، وحاطط هنا فيرتيكال بريسنج. لما اجي ابص هنا بقى يبانوا لي فين؟ بلس طبعا السترينجر بريسنج، ما بين الاثنين سترينجر كده. اول حاجه بالنسبه للسترينجر بريسنج يظهروا لي كده خط داش ما بين التو سترينجر، بس على زي ما عملت هنا تعمل الناحيه الثانيه. بالنسبه للابر بريسنج بقى الناس بقى تبدا تتلخبط، تقول لي يا باشمهندسه طب هو مكانه فين؟ طب هو مكانه هنا؟ طب مكانه هنا؟ عموما يا شباب هو ولا مكانه هنا بالظبط مع الاور فلانج، ولا مكانه هنا بالظبط مع اللي هو الفلانج الكروس جردر، هو موجود في المكان هنا بس عشان في هنا كذا حاجه انت مربط فيها. حتى السترينجر بريسنج مش موجوده هنا بالظبط، لا ده انت بتبدا كده تبعد مسافه وتحط كده انجل وتحط الممبرز بتاعتك اللي هتربط فيها، فهي برده مكانها مش فوق هنا بالظبط ولا حاجه. دي مجرد انديكيشن لي اوت، ما هو الا السترينجر بريسنج. بالنسبه للابر بريسنج هيظهر معايا خط داش وبرسمه تحت الكروس جردر، المفروض ان انا احطه له هنا اصلا، ان ده يبقى ابر بريسنج احطه له هنا، هو مكانه برده بالظبط مش هنا بالظبط، احنا عشان التسهيل بنحطه هنا تحت الكروس جردر. طيب بالنسبه للور بريسنج برسم برده خط داش موجود تحت عشان يوضح لي ان ده اللور بريسنج. طب بالنسبه للفيرتيكال بقى بريسنج، او ساعات بنسميها كروس فريم او فيرتيكال بريسنج، دي بتبقى عباره عن والله خط هوريزونتال كده بترسمه وبتقفل المكان ده يا اما بكي يا اما باكس، كل ده بيتوقف معاك. يبقى الفيرتيكال بريسنج ما هو الا ايه؟ خط هوريزونتال واقفل الباكيه بتاعتي يا اما بكي يا اما باكس على حسب السيتا بتاعتي من 30 ل 60. ليه من 30 ل 60؟ ليه احنا دايما نقول لكم كده ويفضل كمان 45؟ ليه يعني؟ عشان انت لما تيجي تحط الكونكشن بتاعتك هنا تعرف ترص المسامير، الزاويه دي لو صغيره هتبقى راسه المسامير صعبه، وهتبدا ان انت غصب عنك عشان انت تحط هنا مسمار فتبدا تبعد بالمسمار لورا فتكبر البليد بتاعك وهكذا. يبقى احنا ليه بنقول لكم دايما من 30 ل 60 ويفضل كمان 45؟ عشان حته الكونكشن. يبقى دي ده كده سايد فيو كامل عندنا. اول حاجه بداناها ان احنا رسمنا العناصر الرئيسيه بتاعتي، بعد كده حطيت البريسنج بتاعتي. حد عنده مشكله في السايد فيو بس؟ الجزء بتاع الابر بريسنج ثانيه يا باشمهندس،
الابر بريسنج يا شباب محطوط المفروض ان هو يكون مع مستوى الابر فلانج، بس انا برضو عمري ما بعرف اعمله مع مستوى الابر فلانج. احنا لما نيجي ناخد تصميم البريسنج هتلاقي ان انت بتنزل كده تبعد تقريبا 80 سنتي، بعد كده تبقى تبدا تحط كده انجل سيت زي سيت انجل كده عشان تربط فيها بليت، والبليت ده بيبقى متربط فيه الممبرز بتاعتك، ولا مكانها مع الابر فلانج ولا مكانها هنا مع اللور فلانج، هي ورا متخبيه بس بالكروس جردر. فاحنا عشان هيبقى الدنيا زحمه قوي لو احنا حطينا هنا خط داش، فانت بتبدا هنا حط خط داش تحت كده الكروس جردر مش اكتر، لكن هي مكانها مش هنا بالظبط، ده مجرد انديكيشن. وصلت؟ تمام يا باشمهندس. هو باشمهندس معلش، في الابر بريسنج يعني ايه الاختلاف بينه وبين البراكنج ده في المكان بس؟ بينه وبين ايه؟ البريكنج بريسنج اللي هو بربط بيه الكروس جردر. هو الابر بريسنج ده بيربط لي المين جردر، لكن البريكنج بريسنج ده بيربط لي الكروس جردر، هو ده الفرق. انا حطاه عشان يربط لي الكروس جردر. انا على اللي هي الكاميرا الزرقاء دي على الكروس جردر. طب عشان انا ما اخدهاش اصمم الكروس جردر عليها، فببدا احط ممبرز هي اللي تشيلها. الممبرز دي بتبقى متوصله كروس جردر بنقطه التلاقي ما بين الكروس جردر وما بين السترينجر. الممبرز دي اللي انا بحطها تبقى محطوطه هنا كده ما بين السترينجر، متوصله في النقطه دي من السترينجر مع الكروس جردر. فبالتالي انا لكن الابر بريسنج انا ببقى حطاها عشان تمسك لي الكوبري ككل، فطبعا بالتالي بتبقى متربطه في المين جردر. الابر بريسنج شيل بتبقى متربطه هنا كده في المين جردر. وصلت؟ تمام. كده السايد فيو بالنسبه لي خلصته، فاضل لي ايه بقى؟ فاضل لي ان انا ارسم، ابص هنا وارسم اليفيجن، ولاني حطيت ابر بريسنج ولور بريسنج فهرسم بلان ابر وهرسم بلان لور. فلما نبدا نرسم الاليفيجن بتاعي ايه اللي هيظهر لي لما ابص هنا يا شباب؟ يظهر لي المين جردر بكامل المسطح بتاعها، فابدا احط المين جردر كانها مستطيل. طب المستطيل ده ابعاده؟ قال لك ان الدبس بتاعه اللي انت حسبته من شويه 3.3 من 10 متر، ده كده الدبس بتاع المين جردر هو اللي بيظهر لي في الاليفيجن، عشان الناس بتلخبط في الرقم ده. والبحر بتاعها عباره عن مسافه بتوين تو سبورت، بحطها هنجد رولر او ممكن تحطها هنجد مش فارقه دلوقتي. البحر هو قال لي ان هو 33 متر، بس نخلي بالنا ان احنا بنحط رفرفه يمين وشمال، الرفرفه دي قيمتها من 3.1 ل 35 من 100 متر. يبقى دي كده الرفرفه بتاعت المين جردر يمين وشمال السبورت، كل سبورت يعني رفرفه لبره من 3.1 ل 35 من 100 متر. ده كده اللي انا شفته لما بصيت هنا. طب هشوف ايه تاني؟ هشوف ان انا دلوقتي عندي الكروس جردر بتبقى المفروض انها متوصله هنا. انت الاصح يعني ان انت واخد قطع لجوه قطع كده وبتبص عشان تشوف الكروس جردر وتشوف الحاجات دي معايا من جوه عشان تشوف الكروس جردر، فتظهر عندي بالكروس سكشن بتاعها. طب محطوطه فوق ولا تحت؟ قال لك لا خلي بالك انها محطوطه فوق لانه ديك بريدج. طب محطوطة على مسافات قد ايه؟ عشان قلت من شوية السبيسنج بتوين تو كروس جردر بتساوي ال 33 متر على عدد البانلز اللي هو قالها لي، فهتبدأ ترص الكروس جردر بتاعتك على المسافات اللي هو مديها لك. قال لك ان هو السبان كله 33 متر مقسمه 6 بانل، يبقى السبيسنج بتوين الكروس جردر هي ال 33 على 6، لان كل اتنين كروس جردر من دول بيكونوا لي بانل. طيب بعد كده هتقولي يا هندسه انت قلت لنا ان احنا ما بنسيبش الويب كده من غير تدعيمات، فبنحط له فيرتيكال ستيفنر. يبقى ده اللي فاضل لي ان انا احط فيرتيكال ستيفنر. طب فين بقى اماكن الفيرتيكال ستيفنر دي؟ بتتحط عند السبورتات، ده اول مكان. ثاني حاجه بتتحط تحت كروس جردر. ثالث حاجه لما نيجي ندخل في التصميم هنلاقي ان المساحه دي كبيره قوي وهتعمل لي باكلينج، هتطلع لي شير باكلينج ستريس عالي، هيطلع ان سيف يعني لما نيجي نعمل تشيك يعني. فقال لك لا، عشان كده احنا بنحط كمان ستيفنر على مسافه من 1.5 ل 1.8 متر. يبقى انا بحط فيرتيكال ستيفنر على مسافات من 1.5 ل 1.8. بس انا مبدئيا لما بدات احط ستيفنر حطيتها عند السبورت. هي لو تلاحظ كده ان انا بحط ستيفنر عند كل مكان هيجي عليه فيرتيكال، هيجي عليه رياكشن، كل مكان هيجي عليه رياكشن انا بحط عنده
بحط عنده ستيفنر، لان المكان اللي جاي عليه رياكشن على طول على المين جيردر، فده اللي هيكون اكتر مكان كريتيكال في المين جيردر، وده هنشوفه بعد كده واحنا بنصمم الستيفنرز. برضو هنقسم الستيفنر لكذا نوع كده، نتيجه برضو ان هو ان هي محطوطه عند الاماكن اللي عندها رياكشنات. يبقى اول حاجه عند اماكن السبورت، تاني حاجه عند اماكن الكروس جيردر، تالت حاجه لقينا ان المساحه دي كبيره فبرضو هتطلع لي شير باكلنج ستريس عالي، فبدات احط فيرتيكال ستيفنر على مسافات من 1.5 ل 1.8 زي ما عملت في اول بانل، بكمل في بقيه البانلز بتاعتي كده. انا رسمت الاليفيجن، بس لازم اسقط البريسنج بتاعتي، ما سيبهاش فاضيه. طب انا عندي ايه البريسنج؟ والله عندي اوفر بريسنج، واللي عايز يحطها هنا اللي عايز يحطها هنا يحطها الاثنين صح، هو ولا مكانه هنا في حته هنا، احنا مش بنعمل كده عشان اللخبطه. اللي عايز يحطه فوق يحطه، اللي عايز يحطه تحت كانه بيعمل اسقاط على طول من السايد فيو يحطه. اتفقنا كده عشان ما حدش يسالني فيها. بالنسبه لللور بريسنج موجود تحت فبحطه خط داش. بالنسبه ان انا كان عندي هنا فيرتيكال بريسنج في الاول وفي الاخر، بحط فيرتيكال بريسنج في الاول وفي الاخر، هيظهر لي برضو خط داش في الجنبين. ده كده الاليفيجن بتاعي. حد عنده مشكله؟ طيب يا شباب انا كده رسمت الاليفيجن، فاضلي البلانات بتاعتي بقى. بالنسبه ان انا عايز ارسم البلان اللي مرسوم فيه الابر بريسنج، فهاجي ابص فوق هيظهر لي ايه لما ابص فوق بقى؟ هيظهر لي الاثنين مين جيردر عباره عن خطين متوازيين اللي هو ده وده، يبقى خطين مين جيردر كده فوق وتحت. طب على مسافات قد ايه؟ المسافه اللي ما بين الاثنين جيردر هي عرض الكوبري، فانا حطيت هنا 7.2 متر لان ده عرض الكوبري. طب الطول ده قد ايه؟ الطول ده كانك بتعمل اسقاط من الاليفيجن بقى عادي. بحر الكوبري 33 متر، خلي بالي ان انا سايب رفرفه يمين وشمال من 3 ل 35% متر. هتبدا تعمل كانك بتعمل اسقاط بقى، هيظهر عندك ايه تاني لما تبص في البلان؟ يظهر عندك الكروس جيردر اللي هي باللون الازرق دي. فانت هتعمل لها اسقاط على طول من الاليفيجن يعني للتسهيل. تبدا تحط الكروس جيردر بتاعتك. بعد ما تحط الكروس جيردر عايزين بقى نحط البريسنج. نحط البريسنج ازاي بقى؟ قال لك ان انت بتحط اكس بريسنج او كي على حسب برضو ما اتفقنا، السيتا من 30 ل 60. افرض ان انا مثلا لقيت هنا السيتا السيتا يعني طالعه اكبر من 60، ممكن تاخد كل باكيتين جنب بعض عادي، بس طبعا رقم 5.5 متر ده عمره ما يخليك تاخد باكيتين مع بعض، الباكيه الواحده هتلاقيها كويسه معاك يعني. السيتا من 30 ل 60، حد عايز يبدا ويعمل كي بريسنج يعمل عادي ويكمل كيهات، ممكن يبقى حد عايز يعمل كده، بس يتاكد برضه ان السيتا بتاعته من 30 ل 60. اتفضل. مش انا عندي المين جردر اي سيكشن، عندي المين جردر ايه؟ اي سيكشن. تمام. طب عرض الفلانجه من فوق مش ظاهر معايا ليه في الاسقاط من ناحيتين؟ ده يعني لا يا شباب، يعني احنا متعودين من سنه ثالثه عمرنا ما بنعمل لي اوت بالظبط، اسقاط بالظبط، احنا مش رايحين نرسم، لا انا بعمل لي اوت مجرد ان انا بشوف سبيسنج مش اكتر، وبدليل ان انا هنا مثلا في الابر بريسنج بقول لكم حطوه هنا او هنا مش فارقه، هنا او هنا عادي. ده لي اوت معناها ايه؟ ان انا بحط بس الحاجات اللي هتفيدني في التصميم. انا ما يفرقش معايا هنا ان انا ارسم عرض الفلج، لا ما خالص. انت عايز تعمل خطين كده متوازيين بتوازيين بكامل عرض الفلج، ده كده رسم اللي هو كاني بعمل اسقاط معماري بقى ولا ورسم هندسي بتاع اعدادي. ده لا ما بعملش كده، بحط العناصر اللي هتفيدني في التصميم مش اكتر، انديكيشن لكل حاجه، ما بعملش حاجه بالظبط، بدليل ان انا عمال افرض ابعاد وافرض اماكن وافرض سبيسنج. تمام ماشي. تبدا تحط البريسنج بتاعتك في اول عايز تحطها كي او اكس مش فارقه، على حسب بقى سيتا من 60، نفس اللي عملته في اول بانل هتكمل. ممكن اللي عايز يعمل باكيتين جنب بعض يكمل يعملهم عادي برضو. انا المفروض ان انا احط برضو هنا كي وكي، يعني اكمل البلان بتاعي، البلان بتاعي بالمنظر ده كده، احط هنا كي وهنا كي، يبقى ده كده اسميه البلان بتاع الابر بريسنج. طيب فضل عندي نوع كمان اسمه سترينجر بريسنج محطوط هنا كده، المفروض ان انت تروح
تعمل بلان للأبر بريسنج وتعمل بلان مرسوم فيه برضو المين جردر اللي فوق واللي تحت ومرسوم فيه الكروس جردر، بس تبدأ بقى تسقط لي السترينجر وتحط لي البريسنج بتاعتها. بس احنا للتسهيل مش هنعمل كده. ما هنعمل ايه بقى؟ قال لك لا، انا هاجي اخد نص البلان بتاعي ده ارسمه نصه للأبر بريسنج ونصه احط فيه السترينجر بريسنج بتاعتي. مع العلم يا شباب ان الاثنين دول مش في نفس المستوى، انا عايزه اقول لكم كده لاني اكيد مش هرسمه في نفس المستوى، فالميمبرز دي هتدخل في بعضها، الاثنين مش في نفس البلان. بس انا للتسهيل برسم نص بلان او اكتر من نص بباكيه ولا حاجه، نص بلان اوضح عليه الاور بريسنج والنص الثاني اوضح عليه السترينجر. طب اعملها ازاي دي بقى؟ هتيجي تاخد هنا من السنتر لاين لعرض الكوبري، تحط السنتر يعني في عرض الكوبري. طب حطيتها ازاي؟ ان انت بتاخد من السنتر هنا تمشي للنص هنا 3.5 على الاثنين و3.5 على الاثنين وتاخد سنتر. بعد ما خدت السنتر تاخد 1.8 على الاثنين و1.10 على الاثنين، يظهر لك الاثنين سترينجر بتوعك، دي ما فيهاش مشكله. طيب بعد كده انا رسمت خلاص السترينجر، خلي بالنا ان السترينجر برده بتبقى طالعه برفرفه من 3.10 ل 35%، هي نفس القيمه اللي انت واخدها يعني في المين جردر، برده طلعها بالرفرفه دي. طب انا هنا الحته الصغيره اللي انا رسمها دي ايه؟ لا، اللي انا رسمها دي بس عشان بوضح له ان انا كاني عامله خط قطع، ان انا ده المفروض كامل. انا بقول له كده خلي بالك ان في خط قطع، يعني اللي عايز مثلا يعمل لي هنا كده اكسبريسنج كمان فيحط لي خط كده يعمل عادي، ان انا بقول له ان انا قاطع. المفروض البلان ده مكمل وانا في مستوى تاني ومكمل، بس احنا للتسهيل ما نعملش كده. بعد ما حطيت السترينجرز بقى بنا كده كاني عملت اسقاط للاربع خطوط دول بالاسود دول، عملت لهم اسقاط الاسترينجر بريسنج. اقصد شكلها ايه بقى الاسترينجر بريسنج دي؟ قال لك الاسترينجر بريسنج دي عباره عن خطوط فيرتيكال محطوطه على مسافات من 1.5 ل 1.8 متر، ويفضل يعني للتسهيل ان انت تحطها على نفس الاسقاط التقسيط بتاع الاستيفنرز. شوف انت عملت التقسيط بتاع الاستيفنرز من كام لكام، واعمل برضو الفيرتيكال ممبرز اللي مكونه للاسترينجر بريسنج على المسافات دي 1.8 متر. دي كده الاسترينجر بتاعتنا، قصدي الفيرتيكال ممبرز المكونه للاسترينجر بريسنج. طيب بعد كده قال لك بقى وصل ما بين الخطوط دي كده، بحيث برضو ان انت تبقى متاكد ان السيده دي 30 ل 60. وللعلم يا شباب ان ده برضو نوع بريسنج زيه زي الاكس وزيه زي الكي، حتى انا لسه قاريها امبارح ان ده اسمه وارن بريسنج، وارن سيستم. في كده انواع للبريسنج، يقول لك في حاجه اسمها كي سيستم، حاجه اسمها اكس سيستم. الشكل ده كده اسمه وارن سيستم، اللي هو عباره عن ايه الشكل ده؟ عباره عن فيرتيكال ممبرز احنا بنحطها هنا على مسافات من 1.5 ل 1.8 بربط بينها بممبرز دياجونالز زي اللي عملته فوق هتعمله تحت، بس كانك بتعمل ميرور، حاطط هنا مرايه وتقلب بس الممبرز دي تعمل لها ميرور مش اكتر، كاني بعمل ميرور. احنا دايما بنحب في الكباري واحنا بنرسم البريسنج اي حاجه نعمل لها ميرور، بحيث ايه؟ يعني لو انا مثلا بعمل الابر بريسنج وبدات عملت هنا كي ومشيها كلها كيهات، اجي في النص، في النص مثلا عند الباكيه دي ومشي دي الكي برده كده، اجي هنا في النص واقلبها عشان يبقى عندي ميرور. احنا بنحب في الكباري دايما ان احنا نحط البريسنج بتاعتنا بشكل ميرور. طيب دي حاجه، يبقى انا كده رسمت البريسنج سيستم بتاعي، بس ما انساش برده ان انا اعمل اسقاط للفيرتيكال بريسنج لانه هيبان لي هنا في البلان. انت لما تيجي تبص من فوق حاطط هنا فيرتيكال بريسنج في المكان ده هيبان لك خط داش هنا لما تيجي ترسم البلانات بتاعتك، يبقى ما انساش ان انا احط الفيرتيكال بريسنج اللي هو الخط الداش ده. حد عنده مشكله يا شباب في البلان ده؟ هو البريسنج بتاع السترينج يا باشمهندس بيبقى محطوط بينهم بس ما بكملوش للمين جردر بالظبط. انا دلوقتي انا ليه حاطط اصلا سترينجر بريسنج؟ قلت من شويه عشان عندي حاجه اسمها لاترال تشوك، اللاترال تشوك دي بتاثر في الاتجاه ده كده اللي انا رسمه ده، عشان كده بحط لها ممبرز في الاتجاه ده تشيلها. فبالتالي ان انا باجي اربط ما بين الاثنين سترينجر في نفس التراك، دي ملحوظه مهمه، لما اجي اربط بسترينجر بريسنج بربط ما بين نفس الاثنين سترينجر نفس التراك، ما اقدرش اربط ما بين دي ودي،
لا انا اصلا مش محتاج ان انا اربط ما بينهم، انا مش خايف من المكان ده، المكان ده مش مخوفني في حاجه، انا الحته دي بس عشان ايه الفورس اللي جايلي من التراك ده. يبقى انت بتربط ما بين اتنين سترينجر على نفس التراك دي كده السترينجر بريك. تمام تمام يا باشمهندس، شكرا. يبقى لما بصيت هنا رسمت سايد فيو، بصيت هنا رسمت اليفيجن، جيت هنا رسمت بلان عشان يوضح لي عليه الابر بريسنج، عايز ارسم بقى المستوى اللي تحت ده عشان اوضح عليه اللور بريسنج. يبقى كأن انا عايز اعمل خط قطع كده، سيكشن كده، كروس سيكشن كده، وارسم بقى. يبقى انا قطعت هنا وعايز ارسم، ايه اللي هيظهر لي بقى لما اجي ارسم يا شباب؟ والله هيظهر لي اتنين مين جردر فوق وتحت، هو ده البلان بتاعي، اتنين مين جردر فوق وتحت. طيب وبعد كده هل هيظهر لي اي كروس جردر ولا سترينجر ولا اي حاجه من الليله اللي فوق دي؟ مش هتظهر لي، انا قاطع من بعدهم فهم مش معايا اصلا. امال ايه اللي هيظهر لي؟ هيظهر لي اللور بريسنج اللي تحت دي اللي انتوا شايفينها دي، الخطوط الخفيفه دي. طبعا مع العلم ان الصوره دي مجرد انديكيشن ليا، يعني مثلا هو هنا شكل البريسنج ممكن يختلف على اللي انا هعمله، الصوره دي مجرد انديكيشن جايباها بس عشان اوضح عليه الدايمنشنز مش اكتر. فلما جيت قطعت هنا هيظهر لي اتنين مين جردر فوق وتحت، مش هيظهر لي اي حاجه من الفلور بيمز، هيظهر لي اللور بريسنج. احط اللور بريسنج ازاي بقى؟ بحب ارسم البلان بتاع اللور بريسنج الحقيقه، بحب ارسمه تحت البلان بتاع الابر، يعني هما الاثنين كده اخليهم في صفحه واحده عشان اللخبطه. لو انا جيت حطيت هنا جزء من البلان بتاع الابر كان شكله ايه؟ كان في هنا كروس جيردرز ومربط ما بينهم باكسات، بتكلم عن الابر بريسنج ماليش دعوه بالسترينجر دلوقتي. عشان اجي ارسم اللور بريسنج بحب ان انا اول احط الابعاد بتاعتي بس الاول، المسافه ما بين الاثنين من جردر اللي هي عرض الكوبري، المسافه دي كلها اللي هي البحر بتاع الكوبري، ما انساش الرفرفه يمين وشمال، ما عنديش اي كروس جردر ولا عندي اي حاجه، ما عنديش غير اللور بريسنج هي اللي هرسمها. فقال لك ان انت تبدا باول باكيه، احنا هناك واحنا بنرسم الابر لو كملناه كده هتلاقي ان اول باكيه انت كنت عاملها اكس صح كده، تقوم رايح جايب واخد كوبي من الاكس دي حاططها تحت، هو ده اللي انت بتعمله. طيب دي حاجه. تاني حاجه، هو انت اصلا خلي بالك ان انت ما عندكش هنا بواكي، انا بعيدها تاني اهو، انا في اللور بريسنج انا ما عنديش بواكي اصلا، ده انا ما عنديش غير اتنين مين جردر، ما عنديش بقى اي تقسيمات بكروس جردر ولا اي حاجه من الحاجات دي، ما عنديش اي بواكي. بس احنا للتسهيل بناخد اول اكس من دي ونحطها تحت. وانا عن نفسي حتى وانا برسم بايدي بعمل ايه؟ باجي كده بخط خفيف بقوم جايه مقسمه على نفس المسافات بتاعه الابر، دي كانت متقسمه على مسافات 5.5 اللي هي دي كده، بقوم رايحه انا برده مقسمها بخط خفيف كده بايدي. بايدي بس يعني خفيف قوي ان هو ما حدش يشوف، للتسهيل ليا عشان لما اجي ارسم. تبدا بعد كده برده تعمل كل باكيه اكس. الفكره بس ان هنا في الابر في اللور بريسنج ما بيفرقش معايا بقى اعمل باك ولا حتى، يفرق معايا السيتا بس. يبقى هنا يا شباب ما بيفرقش معانا حاجه، انت بس تاخد اول باكيه اللي كنت عاملها في القبر حطها هنا، وده يفضل، مش عايز تعمل كده ما تعملش ولا كانك شايف ابدا حط على طول اكساتك، عايز تحطها كل باكيه تحطها كل باكيتين تحطها كل ثلاثه، انت حر على حسب السيتا من 30 ل 60، نفس اللي عملته هتكرره على كامل طول البلان بتاعك. البلان اللور ما فيهوش اي حاجه، بس للتسهيل ابقى اقسم بخط خفيف كده البانلز بتاعتك، عشان انت اصلا ما عندكش بانلز، بس انا بحب اقسمها البانل من هنا لهنا، دي كده البانلز بتاعتي. تمام كده كده. فاضل ايه عندي بقى مش ما ظهرش معايا؟ الفيرتيكال، قصدي الخط الافقي اللي تحت ده اللي انا كنت حاطاه للفيرتيكال بريسنج، هيظهر لي هنا برضو خط داش، بس احنا هنا بنحط خط سوليد وخط داش، اللي هو كاني بس بوضح ان انا كان عندي ممبر هوريزونتال فعلا، وكان عندي شويه ممبرز فوق برضو متربطه ما بينه متربطه فيه يعني، فانا بحط لها خط داش. يبقى ده كده يا شباب الفيرتيكال بريسنج، يبقى الخط الداش والخط السوليد دول بيوضحوا لي الفيرتيكال بريسنج مش اكتر، لكن انا ما عنديش كروس جردر، ما عنديش اي حاجه تحت. طيب ايه تاني؟ السيستم ده يا شباب هو لحد كده هو ستيبل، بس ساعات ان في ناس لو كانت بدات الرسم بتاعها بكي، لو كانت بدايته بكي كده ونهايته بكي برضه، في ناس عملت مثلا كده في البلان بتاعها، لو بدايته بكي ونهايته بكي فالسيستم كده بقى انستيبل. طب عشان يبقى ستيبل اعمل ايه؟ قال لك تروح تحط ممبر كمان في النص بنسميه استابيليتي ممبر. يبقى السيستم بتاعي
ده ما هو الا تراس. التراس ده نرجع كده للاستراكشر مع بعض ونروح نحسب له الديجري اوف فريدم والديترمينت والانديترمينت والحاجات دي كلها يعني. فهتلاقي ان السيستم بتاعك لو انت كنت بادئ اوكي ونهيت تضطر تزود له ممبر كمان عشان يبقى عشان الاستابيليتي كده ولا كده. الممبرز في اي تراس الرأسيه دي بتزود لي الاستيفنس، هي اصلا مهمه. طب انا دلوقتي مش عايزه اشغل دماغي بشمهندسه واشوف انا بادئ بكي ولا نهي باكس ولا عامل ايه، اعمل ايه يعني؟ هقول لك خلاص، يبقى انت دايما في البلان بتاع اللور هتحط لي ممبر في النص واكتب لي عليه ستابيليتي ممبر بس كده. يبقى دايما البلان بتاع اللور بريسنج هتعمل فيه ايه؟ هتحط ممبر في النص وتقول لي ان ده ستابيليتي ممبر وخلاص، حتى لو انت مش محتاجه يعني، حتى لو السيستم بتاعك سيف ستيبل اصلا انت عادي ممكن تبقى حاطه بحيث ان هو يزود لك الاستيفنس وخلاص. اصل ده يعتبر ترس، قلت لكم البريسنج سيستم ما هو الا ترس. ده كده البلان بتاع اللور بريسنج يا شباب. طبعا بنرسم البلانات كلها بسكيل 1 ل 100، بمعنى انا الاسبان عندي 33 متر فهترسمه على السكتش كام؟ هترسم 30 سنتي. ممكن الناس السكتش بتاعها ما ياخدش 33 سنتي دول، يعمل ايه؟ يرسم بسكيل 1 ل 200 يقسم على الاثنين، يعني يرسم 16 سنتي ونص. حد عنده مشكله يا شباب في الدك دي؟ كده رسمه الديك بريدج الدبل تراك. طب هتفرق في ايه لو كانت الديك بريدج سنجل تراك؟ تفرق في ايه يا شباب يعني؟ تفرق ان انا هيبقى عندي اتنين سترنج موجود وهاخد الاتنين دول احطهم من النص، هو ده كل الفرق. تفرق ايه عندي في السايد فيو؟ بدل ما هيظهر عندي اتنين اربعة سترينجر دول كده مش موجودين، هيظهر عندي اتنين بس وبرضه هيبقوا محطوطين من النص. والكلام ده احنا هنشوفه دلوقتي في مثال. يبقى دي كده اهم حاجة بس في رسمة الديك بريدج، ان انت تبقى واخد بالك الكروس جردر محطوطة فوق ولا تحت، دي مهمة. بعد كده بقى بقيت الرسم سهل. مشكلة شباب في المثال ده، احنا لسه فاضلنا مثال. اتفضل. الاليفيشن الانديكيشن بتاع السترينجر، لا في الاليفيشن لا الاليفيشن ده انت عارف انت هتحتاجه في ايه بعد كده؟ تحتاجه وانت بتحسب بتصمم المين جيردر، تبقى عايز تعرف الرياكشن. لا وانا لسه ما كملتش، بس انا قدامي ظاهر بس الليفيشن. عشان كده انا ظاهر ايه؟ كان ظاهر البلان. ماشي انا جبته. ماشي تمام. في الاليفيشن السرينجر ده هو المفروض يبقى ظاهر بالجنب صح؟ لكن انا باخده بس السترينجر مكانه هنا، بس هو موازي للمين جردر عشان ايه؟ بس هو ده اللي مقصوده، لكن انا بس حاطط العلامات الزرقاء ده كانديكيشن بس ليه يعني. حاطط ايه الانديكيشن ليه بس عشان انا مش سامع؟ بس انا كنت اقصد بس اللي هو الخطين الحمر اللي انت عملتيهم دول بس، اللي هو المفروض بالشكل ده، لكن انا بس كانديكيشن عشان ملهمش لازمه. انا محتاج بس الاليفيجن ده بعد كده لما اجي اصمم المين جيردر. المين جيردر هيجي لها رياكشن منين؟ من الكروس جيردر، خلاص ملهاش علاقه بالسترينجر. ايوه حاسه ان السيستم مؤثر معاك. اتفضل. لو هو كومبوني مش ديك كان هيبقى هو كل حاجه، بس الفرق ان الابر بريسنج هنا هيبقى هو اللور بريسنج هنا. هنشوفها بقى دلوقتي في المثال الجاي. نصبر بقى. المثال اللي بعده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان انا عندي ريلوي بريدج، ده خلاص انا عارفه. عندي بليد جيردر برضو خلاص انا عارفها ان المين جيردر بليد جيردر يعني بيلت اب سيكشن. طيب اللي بعده بيقول لي بقى ان النوع المره دي بوني بريدج. قال لي بقى لي الكلمه دي عشان اشوف مع نفسي كده هي الفلور بيمز او الطريق بتاعي محطوط فوق مع الابر فلانج ولا محطوط تحت مع اللور فلانج، ده اللي هنشوفه بقى. وقال لي المره دي ان هو سنجل تراك عشان يبقى احنا كده بنحاول ناخد كل الانواع يعني. مديني الاسبان بتاعي 21 متر وديفايدد تو 5 ايكوال بانل. وزي ما قلت لكم في المثال اللي قبله انا بحب ارسم كروكي، بحب ارسم كروكي مع نفسي، عمري ما بحب بصراحه ادخل في السؤال كده من غير ما ارسم كروكي. فللتسهيل بحب ارسم كاني برسم بوكس سيكشن كده و ك 3 دي يعني بوكس سيكشن كده، واقوم رايح حاطط عليه الحاجات بتاعتي، احط عليه المين جيردر هنا، احط مين جيردر. طبعا الرسم سيء قوي على الباوربوينت.
حطيت مين جردر هنا يمين وشمال. سيبنا بلون تاني. والمين جردر طبعا مكملة لجوه. الاسبان بتاع المين جردر ده هو مديهولي الاسبان 21 متر، كتبت هنا 21 متر. بعد كده بيقول لي ان هو بوني بريدج. طب دي عرفت منها ايه بقى؟ عرفت منها ان الكروس جردر بتاعتي موجوده تحت، فرسمت له كده مستطيل. دي كده المين جردر بتاعتي. الكروس جردر دي بتكون متكرره لجوه على كامل البلان على مسافات. المسافات دي انا مش عارفها هو، بس هو قالها لي. قال لي ان انا عندي 5 ايكوال بانلز، يبقى المسافات دي 1 5. لحد دلوقتي انا ايه اللي فاضل لي؟ فاضل لي كل الابعاد، كل الدايمنشنز بتاعت الكاميرات بتاعتي. فاضل حاجه برده ما عملتلهاش رسمه اسمها سنجل تراك. سنجل تراك ده معناه ايه؟ معناه ان انت عندك 2 سترينجر. يبقى انت عندك هنا 2 سترينجر. طيب بعد كده طبعا لو لاحظنا ان هو ما ادانيش عرض الكوبري، معتبر ان انا عرض الكوبري طب انا حافظه. فيبقى انت اول حاجه تبدا تكتبها ان انت تاخد بالك ان انت مش معاك عرض الكوبري، بس رقم انت لازم تبقى حافظه. هو هنا بوني بريدج سينج تراك، ده الرقم اللي انا قلت لكم نحفظه. لو كان دبل فكنت هتزود على الرقم ده 3.5، يبقى ده كده عرض الكوبري 5.4. هنبدا بقى نحسب. هنبدا بقى نحسب الابسيل اللي فاتت بان على 10. الاسبان هو بحر الكوبري كله، يبقى 21 على 10. اداني الرقم ده. بعد كده الدبس الاسبان على من 7 ل 8. طب ايه هو الاسبان بتاع الكروس جردر؟ هو نفسه عرض الكوبري، يبقى 5.4 على من 7 ل 8. الرقم ده بعد كده هروح احسبها. ليه بقى؟ لان انا قلت لكم ان السبيسنج بتوين كروس جردر هي نفسها الاسبان بتاع السترينجر، لان السترينجر مكمله لجوه، فمكمله لجوه وهي اصلا تاكس جردر. هو نفسه السبيسنج بين تو كروس جردر. طلع الرقم ده هقسمه على 10 يديني الدبس بتاع السترينجر. وما انساش برده ان عرض الفلانجة بتاعتي في المين جردر هاخده برده 60 سم. ده كده عرض الفلانجة بتاعتي. بقيت الدايمنشنز مجرد انديكيشن بس ان انت في الكروس جردر والسترينجر حاطط لي ابر ولور فلانج فلانج مش اكتر. دي كده بعد ارسم لي اوت. طيب هل قبل ما ادخل بس عايزه اقول حاجه، هو ايه الفرق اصلا بين البنيه وبين الدك غير الفرق خلاص اللي احنا عارفينه ان الفلور بيمز كلها موجوده تحت، كلها موجوده مع يعني بتبدا البطن الكاميرا بتاعت الكروس جردر مع اللور فلانج بتاعت المين جردر. ده خلاص الفرق الوحيد ايه اللي احنا شايفينه بعينينا يعني. طب ايه تاني فرق بقى؟ قال لك ان انت هتلاحظ في البوني بريدج ان انت عندك الكلير هايت هنا ده صغير. طب ده معناه ايه برضو ان الكلير هايت هنا صغير؟ معناه ان انت زي ما كنت هناك بتحط فيرتيكال بريسنج وبتقفل بيها هنا الباكيه دي، هنا مش هتقدر تحطها. يبقى الفرق التاني بيظهر معايا في البريسنج. احنا ما بتعرف استخدمناها في حاله الدك. ايه اللي احنا استخدمناه في الدك يا شباب؟ مش كنا بنستخدم ابر بريسنج؟ طب هل انت هنا تعرف تحط ابر بريسنج؟ خلي بالك ان القطر بيعدي من هنا من مكان سبت هنا، وانا بقول لك ان الكلير هاي ده بيكون صغير، مش هينفع. يبقى انت كده بتعمل كوبري ملوش لازمه، القطر مش هيعرف يعدي فيه. يبقى انا هنا ما بعرفش استخدم ابر بريسنج. دي اول، ده اول اختلاف. طب تاني حاجه بالنسبه للور بريسنج، لا هو انت ما عندكش مشكله ان انت تربط من تحت الممبرز، دي مش عامله لك اي مشكله، يبقى انا بستخدم لور بريسنج. طيب كنت انا هناك بستخدم فيرتيكال بريسنج زي ما بقول لكم، هل انت هنا هتعرف تقفل على الباكيه دي؟ اصل انت خلي بالك ان القطر ده بيكون مكمل على الطريق بره، يبقى عندك منسوب. انا بحط هنا الكوبري، فالقطر المفروض ان هو يطلع من الكوبري يكمل على الطريق، فانت لما تقفلها له من هنا هيطلع ازاي؟ يبقى انا دلوقتي ما بقاش عندي كمان فيرتيكال بريسنج. طب هناك كنت بستخدم سترينجر بريسنج، هل هنا هيبقى عندي؟ اه لا دي ما فيهاش مشكله. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ يبقى دي. طب هناك كان في نوع كده وقلت لكم ان احنا اصلا ما بنستخدموش اسمه بريكنج بريسنج عشان يشيل كوت الفرمله اللي بتبقى جايه على الكروس جردر.
هل انا هنا هستخدمه؟ اه ممكن تستخدمه عادي. يبقى انت هنا قصدي البريكنج بريسنج دي هي الا شويه ممبرز، الممبرز دي المفروض انها بتربط لي الكروس جردر مع النقطه اللي جاي لها من السترينجر، يعني تربط لي النقط كده مع السترينجر، فكل ده في بلان اصلا مش هياثر لي خالص على خط السير للسكه الحديد بتاعي. يبقى انا ما عنديش مشكله برضو لو استخدمت بريكنج بريسنج. بس احنا زي ما قلت لكم بنستخدموش، يعني هي فرصه الى حد ما مش كبيره، فانا بحطها على طول على الكروس جردر واصممها عليها. يبقى انا دلوقتي من الحاجات الاساسيه بتاعتي كانوا الاربعه دول، الاربعه دول بستخدمهم في الدك. طب في البني انت بتستخدم اتنين بس منهم. حد يقول لي باشمهندسه طب ما انا يعني انا هناك كنت بستخدم اربعه، هنا استخدمت اتنين وخلاص واستغنيت عن اتنين، طب ما ده معناه بقى انهم انا كنت هناك ليه؟ بدل انا هنا استغنيت عنهم بسهوله كده، ما كانش ليهم لازمه بقى ان انا استخدمهم هناك. معاه حق بصراحه لما يقول طب امال ايه اللي حصل بقى؟ ان احنا هنا عشان استغنينا عن الابر وعن الفيرتيكال بريسنج، فانت لو انا عندي هنا هاخد المين جردر بس بره كده كاني ببص كده يا شباب، وحطيت الكروس جردر بتاعتي تحت، انا استغنيت النهارده عن ابر بريسنج بحطها في المكان ده وعن فيرتيكال بريسنج بتاعه. امال قوه الريح لما تيجي مين اللي هيشيلها؟ قلت لا خلاص انا مش هحط غير اللور بريسنج. يبقى انا ما عنديش حاجه تشيل الريح على فكره دلوقتي غير اللور بريسنج، السترينجر ملهاش علاقه بالريح، كان اللاترال تشوك، لكن اللور بريسنج هنا هي اللي بعدين. طب بالنسبه لقوه الريح لما تيجي في الاتجاه ده مين اللي يشيلها؟ قال لك لا خلي بالك بقى ان احنا بنعمل حاجه او ساعات بالمنظر ده كده عصب، فالعصب ده بنحطه على مسافات تقريبا يعني برضو من 1.5 لـ1.8 متر، تبدا تجيب زي بليت كده بالمنظر اللي انا رسماه ده وتلحمه في الويب بتاع الويب بتاع المين جردر وتحطه على مسافات من 1.5 لـ1.8 متر. فالحاله دي بدات ان انا اعمل ستيفنس زياده بحيث القصه انت قوه الرياح اللي جايه دي كده هتبقى جايه بتاثر على المين جردر بشكل دايركت، هي ما فيش قدامها اصلا غير فانت تبدا تحط الاعصاب دي انها تزود لك الاستيفنس. يبقى ده كمان الديك والبني انا ما كنتش بستخدم، انا اضطريت استخدمها لان انا استغنيت عن انواع كتيره من البريسنج ما قدرتش احط حاجه. دي حاجه كمان ايه اللي بتحصل معايا؟ بيحصل معايا ان انا الشكل ده كده نتيجه ان انا خايف ان هو يكون الاستيفنس بتاعته قليله، فانا بتعامل معاه ان هو يو فريم مش فريمات، هناك ما كنتش بتكلم ان هو فريم، لكن باجي ان انا اربط المين جردر مع الكروس جردر بربطهم مع بعض بحيث ان الكونكشن دي تبقى الكونكشن دي تنقل كده مومنت. فنتيجة الفورسز اللي جاية فريم ايه يا شباب؟ كونكشن دي بدأت اتعامل معاها انها تكون ريجيد. اللي حد هيجي يقول لي على الجردر دي يا باشمهندس سيمبل بيم، اه معاك حق، ما احنا فعلا هنصممها سيمبل بيم، لكن واحنا بنصممها هنعمل حاجة زيادة كده في حتة اليو فريم دي بحيث ان هو يزود لي الاستيفنس بحيث ان هو ينقل اي فورس لتحت للسبورت. يبقى دول كده الفرقين اللي ما بين الديك، الفرقين المهمين اللي ما بين الديك والبني. ان انا دلوقتي في البريسنج ما بقتش اعرف استخدم كل انواع البريسنج، فهبدا ان انا ازود الاستيفنس بشويه اعصاب بسميها براكت، البراكت دي عشان تزود لي الاستيفنس، وانا بصمم الكروس جردر هزود عليها كده حته زياده في التصميم. في حاله البني هنبقى ايه نشوفها مع بعض بعدين يعني، بس هي الحته الزياده دي لما نشوفها هنبقى نفتكر على طول اللي انا قلته النهارده، ان انا بدات ان انا اتعامل ان ده كده كانه يو فريم مش كانه سيمبل بيم، لا كان انا عندي فريم هنا كده مقلوب. كنت حاول انا ازود الاستيفنس عشان ما عنديش بريسنج. دي كده الاختلافات بتاعتي، كل ده هنقوله دلوقتي تاني في اللي اوت. لما اجي ادخل برسم اللي اوت انا هنا عايز ابص في السايد فيو عشان مش هرسمها تاني، بس هبص هنا في السايد فيو. فلما اجي ارسم برده هرسم سنتر لاين يمين وشمال، احط عليه المين جردر بتاعتي، المسافه ما بين السنتر لاين دي هي انا حافظه، انا حافظه بكتب بالميلي طبعا،
احط المين جيردر يمين وشمال وعرفت ازاي بحطها، هي عباره عن اي سيكشن كده. وخلي بالنا واحنا بنرسم نرسم زي ما انا عامله بالظبط، يعني الاي سيكشن ده نتقل ايدينا واحنا بنرسم ايدينا ونرسم الاستفنر البليت ده كده كانه بليت مستطيل متلحم مع الويب بتاع عرض الفلانج 60 سنتي، والارتفاع الدبس اللي انا لسه حاسبه كان الاسبان على 10 طلع لي الرقم ده. بعد كده تبدا تحط الكروس جردر بتاعتك، هو قال لي ان هو بوني بريدج فانا هحط الكروس جردر بتاعتي تحت. طبعا عارفه انا حطيت الخطين دول على مسافتين على مسافه متوازيه، المسافه دي انا جايبها منين؟ انا لسه حاسبه الدبس بتاع الكروس جردر الاسبان بتاعها على من 7 ل 8 طلع لي الرقم ده. بعد كده تبدا تحط السترينجرز بتاعتك. طب انت عندك كام سترينجر؟ والله ده قال لي ده سنجل تراك، سنجل تراك يبقى انا عندي 2 سترينجر بس، يبقى انا هحط سنتر لاين واحد وامشي منه يمين وشمال مسافه 90 سم اللي هي 1.8 من 10 على 2 يعني. يبقى دي كده المسافه ما بين السترينجر، وعارف ان الدبس بتاع السترينجر انا لسه حاسبه الاسبان على تقييم العرض بتاع الفيلم اللي مش فارقه قوي دلوقتي كده ولا كده، انت لسه ده انا مش محتاجه يعني. تبدا بعد كده تحط السليبر والريلز اللي هي القضبان والفلانج، العرض بتاعها محفوظ فبتاخد برضه من السنتر تمشي 2.6 من 10 على 2 يمين وشمال، وتحط السليبر بتاعك اللي بتاعه بيكون 20 سنتي الارتفاع ده يا شباب 20 سنتي، ثلاث اشيره خشب عايز يعمل نقط كده جنب بعضها خطوط جنب بعضها عادي برضه. بعد كده تحط الريلز بتاعتك على مسافه المسافه اللي ما بينها 1.5 متر. طيب كده انا رسمت العناصر الرئيسيه بتاعتي، فاضل لي بقى ان انا احط البريسنج بتاعتي. طب ايه البريسنج اللي بتظهر عندي؟ ما عندناش غير نوعين بس من البريسنج اللي بنستخدمهم، بريسنج. بالنسبه للسترينجر انا عارف دايما ان مكانها هنا ما بين الاثنين السترينجر، وبالنسبه لللور انا عارف دايما ان هي مكانها هنا برضو كانديكيشن يعني عند اللور فلانج للمين جردر. فاضل لي بقى الحاجه اللي انا قلت لكم اللي هي مختلفه عن الديك بريدج، ان انا بحط براكت. البراكت ده يا شباب بيكون ملحوم في الويب، يعني البراكت ده هنا كده بليت يعني بيبقى ملحوم. طب البراكت ده بحطه بقى على مسافه قد ايه؟ ممكن تبعد من هنا 60 سم، 60 سم وتوصل كده. احنا خلصنا السايد فيو، رسم البني اسهل بكتير، بس فكره البني هتلاحظ لو حد بيلاحظ كده عرض الكوبري هتلاقيه اكبر، وده خلي بالنا ان عرض الكوبري ليه اكبر؟ لان انت عندك انت اضطريت تحط براكت على مسافه 60، يعني كانك شغلت ان الكوبري 60 سنتي يمين وشمال يعني متر 20 تخدمهم القطر في حاجه. فعشان كده هتلاحظ ان كباري البوني بريدج دايما العرض بتاعها كبير اكبر من الديك، وهتلاحظ ان انت وجود الكروس جردر دي موجوده تحت مقلله لك الكبير هايت، فهتلاقي برضو ان المسافه دي قليله. عشان كده ما عرفتش احط ابر بريسنج ولا عرفت احط فيرتيكال بريسنج، وهتلاقي برضو دايما ان في البوني بريدج قطاعاته اقل عشان حته برضو اليو فريم، ان انا بحط بدخله مومنتات زياده وشغل تاني زياده يعني، فبيطلع لي قطاعات اتقل من الديك بريدج. يبقى دي كده يعني اعتقد كل الاختلافات ما بين الديك وما بين البني. حد عنده مشكله؟ يو سايد فيو بس. ماشي شباب. نبدا بقى نرسم. بص هنا نرسم البلانات، ما عنديش غير بلان واحد ان انا بص كده وارسم اللي يوضح لي اللور بريسنج. المفروض يعني ان انا ببص هنا وارسم اللور، بس انا برضو زي ما عملت هناك عشان ما اعملش بلانين، بلان عليه اللور وبلان عليه السترينجر بريسنج، فبحطهم هما الاثنين على نفس البلان. بس لو خدنا بالنا ده في مستوى ده في مستوى تاني، هما الاثنين مش مستوى، هما الاثنين على بلان واحد. فنروح نرسم الاليفيجن بتاعين، بيظهر لي في الاليفيجن المستطيل كده شكله الحقيقي بالكامل المسطح، الابعاد بتاعته
الدبس بتاعي اللي هو 2.1 اللي انا جايباه لسه حاسباه في الدايمنشنز الزبان بتاعه بحط ركستين هنجد رولر او هنجد هنجد زي ما انت عايز تحط الزبان بتاعك هو مديني 21 متر ما انساش ان في رفرفه يمين وشمال من 3 ل 35% متر. طيب بعد كده ايه اللي بيظهر عندي كمان؟ يظهر عندي الكروس جردر. طب الكروس جردر موجوده فين؟ خلي بالنا ان ده بوني بريدج، الكروس جردر موجوده تحت. طيب احطها فين برضو؟ هو كان قايل لي انها محطوطه على مسافات، كان مقسم لي ال 21 متر دول لخمسه سبعه، فانا عرفت منها المسافات اللي ايه اللي متقسطه عليها الكروس جردر. فروحت حطيت الكروس جردر على المسافات دي. بعد كده نتيجه ان انا الويب بتاعي بيكون ارتفاعه مش قليل والسكنس برضو مش كبير خالص، مش كبير، سكنس قليل جدا، فبضطر ان انا اعمل له ازود مقاومته البكلينج يعني، وده هناخدها مع بعض بعدين. ان انا بحط ستيفنرز عند اي مكان هيجي عنده رياكشن، فتلاقي ان انا حطيت ستيفنر عند السبورت وحطيت ستيفنر عند اماكن الكروس جيردر. بس بعد كده لقيت ان مساحه الويب دي يعتبر لسه كبيره وما تطلع لي شير باكلينج ستريس كبير، فاضطريت ان انا احط كمان فيرتيكال ستيفنرز ما بينها، بحطها على مسافات من 1.5 ل 1.8 متر اللي عملته في اول بانل اكرره في بقيه البانلز. وللعلم المفروض ان المسافات دي ممكن اتقل عن 1.5 متر بس ما تزودهاش عن 1.8 متر، عشان انت لو زودتها هتروح في التصميم برضو تقللها عشان هتطلع انسيف. خلي بالنا واحنا هنصمم الحاجات دي بعدين، خلي بالنا المسافات ما بين الاثنين ستيفنر ما تزودهاش عن 1.8 متر، ممكن تقللها عن 1.5 ما عنديش مشكله، بس ما تزودهاش عن 1.8. على فكرة المثال اللي فات كانت المسافة دي كانت طالعة تقريبا 1.83 متر، بس أنا عديتها يعني، دي مش فارقة كتير، لكن محدش مثلا يعملها 2 متر، لا 2 متر ده كبير. طيب دي حاجة. هيظهر عندي إنديكيشن البريسنج بقى فين؟ ما عنديش هنا غير لور بريسنج، هو ده بس اللي عندي. بالنسبة للبلان بقى، هروح أرسم البلان، هيظهر عندي 2 سترينجر، 2 أقصد كروس جيردر، 2 مين جردر فوق وتحت، المسافه ما بينهم هو العرض الكوبري 5.4 متر، بحر الكوبري المسافه دي برضو تحطها تحت يعني، تحط الدايمنشنز بتاعتك. بعد كده تعمل تقسيط للكروس جردرز بتاعتك. طبعا انت هنا في البلان اللور، خلي بالنا البلان اللور انا عندي كروس جردر. لو نرجع كده للكام سلايد فاتت، البلان اللور في الديك ما كانش عندي كروس جردر، ما كنتش بعمل الاضلاع الفيرتيكال دي عشان الناس ما تتلخبطش. تبدا تحط البريسنج بتاعتك اكس بريسنج او كي مش فارقه، بحيث ان انت تعمل تشيك على السيتا دي من 30 ل 60. اللي عايز يعمل باكيتين جنب بعض عليهم اكس مثلا كامله يعمل عادي. المفروض ان انا اكمل الاكس دي زي ما قلت لكم لنهايه البلان، واعمل بلان كمان عليه السترينجر، بس انا ما بعملش كده، بقسمه نصين. رحت حطيت السترينجرز بتاعتي، حطيتها ازاي؟ ان انا خدت سنتر هنا كده في النص وبعدت يمين وشماله او فوق وتحت 1.8 على الاثنين، وحطيت السترينجرز بتاعتي. بقصد ان انا اطلع حته كده عشان ابقى اقول له يعني ان انا المفروض البلان ده مكمل، بقول له كده. حتى لو عايز تعمل زي ما بقول له كده حته كمان عشان تقول له برده ان البلان ده مكمل، يبقى هو فاهم كده. دي حاجه. هبدا بقى احط السترينجر بريسنج بتاعتي زي ما اتفقت معاكم، ان انا بحط اضلاع فيرتيكال على مسافات من 1.5 ل 1.8 متر، دي كده الاضلاع الفيرتيكال بتاعتي، وبربط ما بينهم باضلاع دياجونال. وصلت يا شباب؟ يبقى انا بحط السترينجر بريسنج بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين، اضلاع فيرتيكال على مسافه من 1.5 ل 1.8، ويفضل شوف انت اخترتها هنا كام واعمل برده نفس الرقم، اصلها مش فارقه يعني، يبقى شوف انت اخترتها فوق كام واعمل هنا نفس الرقم. لكن هي مالهاش علاقه بيها على فكره، انا بقول اهو تاني، السترينجر بريسنج مالهاش علاقه بتقسيط الاستيفنرز، ايه دي علاقتها بيها ولا اي حاجه. يفضل بس ان انت ايه عشان يبقى الشكل بس متناسق مع بعضه مش اكتر، تحطها على مسافات من 1.5 ل 1.8 متر، بعد كده توصل ما بينهم بممبرز دياجونال، والشكل ده اصلا بنسميه وارن سيستم، وده بنسميه في البريسنج بنستخدمه كبريسنج سيستم. ما تنساش بقى تحط الابعاد بتاعتك، السترينجر برضو بتكون ليها رفرفه هنا نفس الرفرفه بتاعت المين جردل، شوف انت استخدمتها كام واستخدمها فيها برضو 35% متر. هل في حاجه تانية المفروض تظهر لي كبريسنج؟ انا ما عنديش غير لور بريسنج. اللور بريسنج ظهر عندي اهو في الاليفيجن تحت، المفروض ان ورا المين جردر دي وراها في سترينجر هنا ومتربطه بلور بسترينجر بريسنج،
فحد كان ممكن يقول لي طيب يا باشمهندس احنا ليه ما حطيناش هنا مثلا سترينجر بريسنج، هقول لك لا ما تلخبطش نفسك، محدش يلخبط نفسه، احنا بنحط الحاجه اللي احنا هنستخدمها في التصميم. انا مش محتاج هنا احط لور احط سترينجر بريسنج، بس محتاج اشوفها هنا، محتاجها جدا في البلاي بس مش محتاج اشوفها في الاليفيشن. دي حاجه. في كده نوع اسمه سيمي ديك بريدج. ايه هو السيمي ديك بريدج ده يا شباب؟ نرجع للسايد فيو نوضح عليه احسن. السيمي ديك بريدج ده يا شباب ان بدل في الديك المفروض ان الكروس جيردر تبقى مكانها فوق، لا هتلاقي الكروس جيردر بتاعتك مكانها هنا. هو هيقول لك على مسافات قد ايه يعني، او هيديك السايد فيو. على فكره ساعات بيدي سايد فيو جيفن، ساعات بيعمل كده. يبقى ممكن يديلك الكروس جيردر بتاعتك المفروض هتبقى منسوبه هنا في النص. طب لما هي منسوبه هنا في النص هتعمل ايه بقى في البريسنج بتاعتك؟ عادي خالص، هتحط ابر بريسنج هتبقى مكانها هنا، وهتحط لور بريسنج، وهتحط فيرتيكال بريسنج. يبقى تاني يا شباب، لو انا عندي اهو كوبري اهو، ده الكوبري بتاعي، وقال لي ان هو سيمي ديك، سيمي ديك يبقى هتلاقي الكروس جيردر بتاعتك محطوطه منسوب ما هنا، يعني هو هيقوله لك. طب لما اجي احط البريسنج بتاعتي عادي جدا، هتحط لور بريسنج، تحط ابر بريسنج، تحط فيرتيكال بريسنج، تربط بخط افقي من تحت، هيبقى عندك سترينجرز برده، وتحط سترينجر بريسنج. نفس رسمه الديك على فكره، اختلاف بس في المنسوب بتاع الكروس جيردر. طب لما اروح ارسم اليفيجن، انا في الديك بريدج كنت برسم الكروس جيردر فوق، طب في السيمي ديك نفس ما انت رسمته في السايد فيو هترسمه، هتلاقيه مثلا ظاهر لك هنا منسوب ما هنا، يعني بدل ما هو ما يبقى مرسوم هنا في الديك، في السيمي ديك هتلاقيه مرسوم هنا. ساعات بيسموه سيمي ديك او سيمي ثرو. طيب بالنسبه للبريسنج، هتحط عادي لور بريسنج وتحط ابر بريسنج، حطها له هنا عشان اللخبطه، زي ما انت كانك بتعمل اسقاط من السايد فيو يعني. بعد كده تحط له الفيرتيكال بريسنج. طب لما تروح ترسم البلانات بتاعتك هترسم له كام بلان؟ كام بلان ان انت عندك هتحط هنا، هيبقى عندك بلان لور وعندك بلان ابر، والبلان الابر ده هو اللي هيظهر فيه الاسترينجر. البلان اللور هو اللي هيبقى نفس بالظبط البلان اللور بتاع الديك، نسخه منه، هي نفس البلانات على فكره، مفيش اي اختلاف. الاختلاف كله بيظهر في السايد فيو عشان مكان الكروس جيردر، وبيظهر في الاليفيجن عشان مكان الكروس جيردر، لكن البلانات هي نفسها البلانات بتاعتي. اخر ملحوظه، لو جينا ناخد بالنا هنا في الكوبري البني بتاعي، البلان بتاع اللور بريسنج ده يكافئ بالظبط البلان بتاع الابر بريسنج في حاله الديك، عشان الناس ما تلخبطش. لان انا في الديك بيبقى عندي في الابر كروس جيردر، لكن في البني بيبقى عندي في اللور كروس جيردر وسترينجر، يعني فلور بيمز بتاعتي. يبقى ده نفس البلان بالظبط بس بتاع الابر بريسنج في حاله الديك بريدج. بالنسبه للشباب، السؤال اللي بيجي لي في الامتحان بيجي لي نفس اللي انا كاتباه هنا، نفس الحاجات اللي في السكشن. الامتحان بيجي سهل جدا، هيقول لك برده ارسم نفس السؤال اللي كنت بقوله في الاكزامبلز، يعني ارسم كوبري ريلوي وبليد جيردر والسبان بتاعه كذا والبانلز كذا، وانت بقى تبدا تعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها معاكم النهارده. وده برده اللي احنا هنعمله في الشيت، وانا نزلت الفايل اللي فيه الاسماء يعني وتوزيعات المشاريع. وهعمل اساينمنت النهارده الثلاث، هستلمه يعني هسيب بالاساينمنت مفتوح لحد يوم الاربع الجاي. بس الناس بس اهم حاجه تلتزم، يعني يا ريت نلتزم عشان الدنيا ما تتزحمش عليا انا بس، ان انا هتعب، بتعب جامد في حته الدرجات دي. فكره ان انت تقعد تطلع تصح اساينمنت دي حاجه مقرفه بصراحه. حد عنده مشكله النهارده يا شباب في حاجه؟ باشمهندسه معلش اتفضل. في حاله السيمي ديك تمام، ازاي هنعمل لور بريسي، قصدي ابر بريسي؟ الابر مش هتحطه فوق، لان طبعا لو حطيته فوق دي مشكله ان القطر هتبقى قافل السكه عليه، لكن الابر انت بتحطه دايما في المنسوب اللي تحت بتاع الكروس جيردر. طبعا هو مش في المنسوب اللي تحت بالظبط، هو بتلاقيه يعني موجود هنا مثلا، لو دي كروس جيردر بتلاقيه متربط ما بين المين جيردر في الاماكن دي، فاحنا انديكيشن بنحطه هنا. لكن الابر هنا انا ما اقصدش بيه انه موجود هنا، لا انا قلت ان احنا بنحطه هنا. هو بالظبط فين بقى؟ مش هنا برضه، هو محطوط هنا يعني المكان. طب ممكن ده نستغنى عنه ونعمل موضوع الاعصاب في
السيمي ديك. بس في السيمي ديك هتلاقي ان حاطين عرض الكوبري بتاعه مش كبير، فانت هتلاقي ان انت انا بصراحه مش فاكره بالظبط عرض الكوبري، بس هتلاقي ان انت بتقفل الكوبري، مش هينفع تحط الاعصاب. تمام ماشي يا شباب. الميعاد الميعاد مش لطيف، لان احنا حتى بيضيع علينا صلاه العصر، فالميعاد مش لطيف خالص. هو احنا ممكن هو انت بس هو حضرتك مش فاضيه لحد ولا ايه المشكله؟ هو انا ما عنديش مشكله في الحد، انتوا اللي مغيرين الميعاد على فكره مش انا اللي مغيراه. اقفلوا بس